تابعينا اكيد بصباحنا مشاهدينا، واكيد يمكن كلنا هلا وكل السوريين ناطرين الحدث وهو الكسوف الجزئي اللي رح أكيد نتابعه اكيد سوا وكلنا، وبنرجع بنكرر على التحذيرات يلي لازم نحن ناخذها بعين الاعتبار، هو عدم النظر مباشره. العدسات الشمسيه او النظارات الشمسيه هي ضاره، في عدسات خصوصي لحتى نطلع بالشمس. ومتابعين اليوم بصباح ودائما بصباحنا نحن بنستضيف ومنضوي على المواهب السوريه يلي لها بصمتها، وخلونا نرحب اليوم بالفنانه التشكيليه يلي لها عديد من المعارض الفرديه والجماعيه رويده عبد الحميد. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. ودائما يمكن نحن برحلاتنا الصباحيه بنسلط الضوء على الفن التشكيلي وكل ما يخص الفن التشكيلي واهم العاملين بالفن التشكيلي. كثير لك معارض فرديه وجماعيه، بس خلينا نحكي يمكن من خلال معارضك في توجه للفن التصويري وفينا نقول العمل بالاكريليكي. دائما في عندنا كل فنان هيك في زاويه خاصه بميل من خلال متابعاتنا لتقنيه معينه، شو اللي جذبك او ليش فضلتي فعليا؟ هلا اي فنان ببلش مسيرته الفنيه لازم يبلش زيتي، لابد يعني انه صحيح. يبلش زيتي ليش؟ لانه الزيتي للفنان المبتدئ لاي حدا بده يفوت بالفن هو سهل مرن يعني طيع سلس انه بسمح بالخطا كثير، يعني بسمح لك عاطيكي هامش انك تغلطي وتصححي بهي المرونه اللي فيه. نحن الأكريليك هو تقنية صعبة كتير ما بتسمح بالغلط، يعني بدك تكوني أنت فايتة بالزيت وفهماني الألوان، فهماني التقنية، فهماني المس لحتى توصلي له. هلا الزيتي أنا بلشت فيه كفنانة هي شيء بديهي، مع الوقت السلبيات الزيتي أنه بينخلط بزيت النفط، وزيت النفط ريحته تعمل حساسية لبعض الأشخاص صحيح. يعني في ناس بتتحسس عريحته، هاي السبب اللي يمكن الأساسي اللي أنا خلاني أتركه وتوجه للأكريليك اللي هو بينمزج بالمي. يعني هلأ فيه كذا مشكلة واجهتني وأنا عم اشتغل زيتي، سريع هو بطيء الجفاف، يعني أنت عم تكوني الفنان لما بيكون عنده حالة من الشغف عم يشتغل ويرسم ما في يستنى لحتى ينشف هذا الجزء لحتى يكمل هاي الافكار اللي عم تتدفق منه، فبيعيقوا الزيتي انه انا ما فيني انتظر لحتى ينشف لحتى فيني اعبر هاي الطبقه. شغله ثانيه انه ريحه النفط الالوان لما تجي على ايدك على الثياب لا يمكن ازالتها غير بالنفط، فكان هي الشيء يعني متعب انه مثلا بدك انت تدهني جلدك بالنفط، نطفي تمسحي الجلد بالنفط قبل الصابون. يعني في هي بس الاشياء شوي بتعمل تعب للبعض الاشخاص، في ناس ما عندها مشكله فيها. شغله ثانيه انه انا جربت الاكريليك وحبيته يعني، بس انه مثل ما قلت لك الاكريليك غير الزيتي، اول شيء بنمزج بالمي، المي سريعه الجفاف غير الزيت. شغله ثانيه انه هو اي غلطه اي شيء انه اجيت على ثيابك سهل الازاله، بس انه بده جرأه، يعني انت لما بدك تاخذي الضربه بدك تعرفي كيف تاخذيها او انه صعب يعني. فالاكريليك صعب شوي ما بيعطيكي هامش انك تخطئي بحقه مثل بعض العلاقات دقيقه جدا، مثل بعض العلاقات انه في ناس تعطيكي فرص كثير لحتى تصلحي، هو الزيتي الاكريليك ما بيعطيكي كثير فرص. بس بالنسبة للرسم الواقعي الكلاسيكي اللي هو أشبه بالفوتوغراف، الرسم الخام تكون مثل معنا، الزيتي أفضل. يعني الأكريليك لا يمكن يعطيك هذا الإحساس لما أنت ترسمي وش بورتري شبيه بالفوتوغراف، يعني أخذ واقعية، الأكريليك ما بيساعدك، ما بيساعدك إنك كل ما حطيتي طبقة بدك تحطي الثانية وتعملي مزج ما بيلحق الطبقة فورا تنشف ما عاد تعطيكي هاي الهارموني او هالدمج الانسيابي بين اللونين. فتوجهت للاكريليك واستمتعت فيه وكملت فيه، ما عاد رجعت للزيتي. تمام، خلينا لكن نحكي ونتعرف اكثر، يمكن عم نشوف نحن وعم نتابع حديثنا معك عم نشوف
بعض اللوحات من عمل حضرتك، ولكن خلينا هيك نحكي شوي عن اللوحات، نحكي شوي عن يعني عن المعارض الفردية يلي حضرتك عملتيها أو المعارض الجماعية يلي حضرتك شاركتي فيها. هلا أول معرض لإلي كان ب 2012، هي كانت أول تجربة، ودائما الفنان بخاف من أول تجربة. صحيح. كيف هو يعني أنا درست الفن بمركز مجيب داوود للفنون التشكيلية تابع لمديرية الثقافة، مدته سنتين وتخرجت منه. عادة الفنان لما يدرس ويتخرج لا يمكن يعمل معرض فردي، ما عنده جرأة يعمل معرض فردي سريع بعد قساته، بيكون انه خبراته لسه ما اكتملت. نعم، لكن هلا عم نشوف يمكن بعض اللوحات، خلينا نحكي عنهم. هنن شي بورتري، شي عم نلاقي يمكن بعض يمكن اللوحات هي تحاكي الحياة بشكل عام، يعني الحياة العائلية، وكمان يمكن هيك خلينا نحكي عن الألوان، خلينا نحكي قديش هيك لوحات هي بتكون قريبة من المتلقي أو قريبة من المشاهد. هل اللوحات هي الموجودة عندكم هي عبارة حصيلة تجارب 15 سنة، يعني كل مجموعة لتجربة لمعرض فردي أخذت نمط محدد، شيء ناقش العلاقات الاجتماعية، شيء ناقش البيئة الساحلية، أغلب مواضيعي كانت تتناول المرأة، المرأة بكل حالاتها ولا جوانبها ولا اهتماماتها ولا أي شيء بخص المرأة. المعرض الأخير كان بتناول قصة آدم وحواء والخطيئة الأولى، اللي هي نحن بنرجع بالزمن لورا بنتفاجأ أنه نحن جينا على هالحياة بخطيئة وعقاب وندم، فما بالك كيف راح تتسلسل قصة حياتنا؟ فشي طبيعي نحن يعني هالخطايا اللي عم نشوفها ما نتفاجأ، لأنه نحن بلشنا جينا بهيك شكل. فهذا كان موضوع معرض الأخير اللي موجود هلا مقام بصالة لؤي كيالي بالعفيف. ومعرض لوما، لوما اللي أعطيته عنوان لوما، هي لوما بدي أسألك شو اللوما هي عبارة بنحكيها بعد كل خطيئة. لوما قلنا، لوما فعلنا، لوما حكمنا عفوا. فهي بتعقب اي شيء نحن بنندم عليه. فهو هي اللومه تسلسلت كثير بحياتنا، وما اكثر اللومه. طب بس يعني من خلال يعني حديثك دائما بتعملي اسقاطات بكل معرض، يعني لحالات او لواقع، بتحبي دائما تعكسي الواقع الحالي او تجارب عشتيه او تجارب انسانيه محيطه؟ يعني كل حدا ممكن بتلاقي فيه رساله بالفن التشكيلي لانه هو واسع وكثير كبير. صح. بس لما نشوف اسقاطات بهي الطريقه ففي رسالة هاد في حال توصلية أو تعكسي الواقع اللي عايشتي. هل الفنان هو ابن الواقع يعني؟ بس لازم تحسي فياض بالمشاعر يعني. مثلا أنا مختلفة. أنا بشوف الواقع ما بعبر عنه كما هو، لأنه لما بدي أعبر عنه مثل ما هو أنا ما أضفت للمتلقي أي شيء، لأنه هو شايف الواقع. مهمة الفنان أنه يغرف من هذا الواقع ويعطي كثير من إحساسه ومن خياله ويقدم الواقع بصورة أخرى، برؤية فنان، لحتى ممكن يفرجيكي شيء، يفرجي المتلقي شيء مو شايفه. يعني دائما في إشياء أنه نحن كفنانين لازم نضيفها على الواقع لحتى نسمي أنه من قدمه فن، مو تصوير، مجرد تصوير نسخ لصق للواقع. تمام. يعني كمان خلينا نحكي، يمكن كثير من الشباب والصبايا بعمر صغير بيمتلكوا موهبة، ولكن يمكن ما بيعرفوا من وين بيبلشوا. اليوم كخبرة 15 سنة من المشاركات من العمل المتواصل، أي حدا حابب يمكن يتعلم الرسم، يتعلم خطوط أساسية، كيف نحن فينا نفيده كفنانين؟ هلا انا بالنسبه لي تبنيت المواهب وغير المواهب، يعني اي شخص نحن
نحن لما بدنا نستقبل طلاب بده يكون عنده موهبة أو بده يمتلك الحب الشغف لحتى يتعلم. يعني الموهبة ما ضروري لحتى نحن نتبنى الطالب ونعلمه. صحيح. أو الطفل بكفي نشعر أنه عنده حب للتعلم، لأنه الرسم علم مثل أي علم، ما من أجمل الطاقات اللي ممكن يستثمرها الأطفال. فنحن تبنينا هاي، أنا استلمت فئات عمرية مختلفة بتتراوح من 6 سنوات ل50 وما فوق. فكنت شوف أنا في اهتمام من الكبار والصغار، من الكبار اللي هنن كانوا يحبوا الفن وإجت الظروف منعيتهم من أنه يكملوا، ورجع شافوا بعض المعارض، شافوا بعض اللوحات أيقظت فيهم الإحساس من أول وجديد، وحبوا أنه هالشيء اللي كان جواتهم يرجعوا يفرغوا. لأنه مثل ما بنعرف أنه الرسم هو تفريغ، هو تعبير. صحيح. هو انه مشاركة، انت عم تتشاركي مع اللون، عم تتشاركي مع وسط، انت عم تشتغلي على سطح وتخلقي عمل جديد. يعني في ولادة، انت عم تخلقي شيء من ذاتك، شيء من خيالك، شيء من الواقع. تمام. فهذا الكوكتيل، يعني الواحد لما بيشعر في شيء بيتفرغ، في شيء بيعبر، هي شيء احساس جميل. بالنسبة للأطفال، انا كنت أرفض الأطفال اللي من تحت من 6 سنوات وتحت، أرفضهم. ليه؟ لأنه ما فيك أنت تدليهم وين يروحون، مو هيك هذا العمر. مع أنه أنا الطفل بحب أنه نتركه لخياله، صح، بس هذا العمر الطفل بشكل عام عنده خيال خصب. نحن لما منجي تنعلمه نحن عم نأذي هذا الخيال تبعه، عم نقطره على عمر صغير. فأنا كنت دائماً أترك أنه على الأقل أنه تركي الطفل 6 سنوات لحتى يعبر مثل ما بده، بعدين تعي تبني ووجهي. صحيح. فهون كنا نحن نستلم هاي المواهب، طبعاً نترك لها، نحن نعلمها بس نترك لها مش للخيال. يعني كمان ما فيكي أنت، واللي فاجئني أنا بهاي الأطفال أنه للأسف الخيال صاير كتير ضيق بسبب التعليم ونمط التعليم عنا، انه تلقين. فالطفل انه عمول هيك كيف بدي اعملها. فهي كانت مشكله، يعني انه نحن بدنا شيء يحرض خيال الطفل، ما يكون مجرد انه معلومه داخليه وتهي. نعم. ست رويدة عبد الحميد الفنانه، نحن بدنا نشكرك كثير، شكرا كثير لك. تسلميلي. شكرا. اكيد بدنا نشكرك ونتمنى لك التوفيق بمعارضك القادمه. اكيد كل التوفيق لك. تسلمي.